مقر للحكم وسكن للحاكم، ومن ثم محكمة وسجن للخارجين عن القانون، ومستودع للذخيرة. يقع حصن الفهيدي سابقاً ومتحف دبي اليوم في منطقة بر دبي. تتميز قلعة الفهيدي بفنها ذي الطابع الإسلامي، ويتميز المبنى بأهمية تاريخية ومعمارية، فهو أهم معالم الإمارة وأقدم مبنى فيها على الإطلاق، حيث أنشئ في نهاية القرن السابع عشر. في المتحف تعرض نماذج تاريخية وتراثية من أسلحة وألبسة للحرب، ومشاهد للأسواق التقليدية، ومجسمات للبيوت العربية، ومختلف جوانب الحياة التي عاشها أهالي دبي كالمساجد والبساتين وحياة البدو الرحل. وفيه أيضاً عرض لحياة البحر والبحارة والغواصين وصيادي الأسماك واللؤلؤ وصناعة القوارب، ومعروضات من النحاسيات والخزفيات. جدد المتحف عام 1995، وأدخلت عليه أحدث التقنيات السمعية والبصرية من أساليب التكنولوجيا الحديثة ونماذج عروض حية. عبر نفق الزمن يقدم المتحف عرضاً حافلاً بالصوت والصورة حول تطور الحياة والعمران في إمارة دبي، مع عروض للفنون الشعبية الإماراتية. سيف الهيتي، أكاديمية فوكس، دبي.